قدمهما للطفل. صحن. أرأيت إنه لا يفرق بين ماري وأي شيء آخر، إنه لا يعي، لا زال طفلا. أشكرك على عطيتك يا مولاي. شكرا لله. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. واحد أنت ولا غيرك يعبد، تصطفي الرسل بوحي يتجدد، صحف الإيمان تعلو آيات، في دجى الأزمان ضوءا يتوقد، صحف الإيمان تروي قصصا معجزات منذ نوح لمحمد، فأصاب موسى التي هش بها وهوى يوسف والذئب المفند، رحم لوط وقوما ظلموا، وسليمان على الأرض تسيل، قصصا تبعث فينا حكمة تشرح القلب بنور ليس ينفد، تشرح القلب بنور ليس ينفد.